عبرت 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية الأردنية إلى غزة خلال هذا الأسبوع، وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن القوافل المرسلة حملت طرودا غذائية وخيما وطرودا صحية نسائية ومادة الطحين والفرشاة وملابس ليصار إلى توزيعها في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع. ميدانيا، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد عائلات أوقعت 30 شهيدا و 146 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. وبين التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء لليوم 93 بعد 200 للحرب على غزة ارتفعت لتصل إلى 39175 شهيدا و 90403 إصابات منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام دون تمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم. تمكنت كتائب القسام من استدراج قوتين إسرائيليتين إلى نفقين وفجرتهما فور نزولهما إلى داخل النفقين في مخيم يبنى بمدينة رفح. وقالت القسام إنها أوقعت جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، كما وأعلنت تمكن عناصرها من قنص أحد جنود الاحتلال في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس. قدم والله لسه لم فرجيكم. إلى دير البلح نتابع مع مراسل المملكة باسل عطار أبرز التطورات الميدانية. إليك باسل. نعم غادة، يمكن القول أن الساعتين الماضيتين يمكن إعطائهم عنوان أنهما كانتا أو شهدتا الكثير من عمليات انتشال جثامين الشهداء. نتحدث هنا عن جثمان أو جثامين 3 شهداء في منطقة بني السيلة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. تمكن الأهالي من انتشالهم من تلك المنطقة التي تتواجد بها الآليات العسكرية الإسرائيلية، ونتحدث هنا عن محاولات عدة لانتشال أكبر قدر ممكن من الجثامين في ظل الحديث عن وجود جثامين الشهداء ملقاة في شارع الرئيسي في بلدة بني السيلة. في أيضا في نفس البلدة تمكن الأهالي من انتشال جثمان سيدة وابنها كانا تحت ركام المنزل الذي تم قصفه عندما توغلت الآليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في مدينة خان يونس اليوم وجلهم ممن تم انتشال جثامينهم إلى 21 شهيدا منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، في ظل خشية أن العدد مرشح للزيادة حيث يحاول الفلسطينيون انتشال مزيد من جثامين الشهداء خاصة في بلدة بني السيلة أو بلدة القرارة في الشمال الشرقي لمدينة خان يونس. هذه البلدة أيضا تتعرض بشكل ملحوظ لعمليات قصف مدفعي إسرائيلي متواصل، إلى جانب أيضا عمليات نسف لمربعات سكنية بأكملها داخل هذه البلدة، وتحركات للآليات العسكرية التي تقوم بعمليات تجريف واسعة خاصة في المناطق الشرقية من بلدة القرارة، في ظل أيضا حديث عن وجود المحتجزين أو وجود فلسطينيين عالقون داخل هذه البلدة لا يتمكنون من المغادرة بسبب أنهم محاصرين داخلها. والعديد من المناشدات أطلقت حول هذا الأمر، خاصة مدرسة تسمى مدرسة عيلبون أو في بلدة القرارة طبعا أو في بلدة بني السيلة، عائلات أيضا محاصرة داخل منازلها، أو في بلدة عبسان التي هي الأخرى تم دخولها بشكل مفاجئ، وهناك أنباء عن وجود عائلات داخل مدارس العودة، وأيضا هم محاصرين داخل هذه المدارس ولا يستطيعون المغادرة، ويطلقون مناشدات بتوفير ممر آمن حتى يتمكنوا من المغادرة في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية. أما في المنطقة الوسطى والمحافظة الوسطى، شمال المحافظة وشرقها وبالتحديد شمال مخيم النصيرات، القصف المدفعي هناك لم يتوقف. نحن نتحدث عن أن هذه المنطقة تقريبا باتت يوميا تشهد عمليات قصف إسرائيلية بالمدفعية أو عمليات تجريف أو حتى نسف لما تبقى من منازل بها. أما الجديد هذه المرة فهو القصف المدفعي المكثف
الذي تشهده المناطق الشرقية لمخيم البريج للاجئين. هذه المنطقة باتت منطقة خطيرة، بعض الأهالي منذ يومين فضلوا مغادرتها بسبب تساقط العنيف للقذائف المدفعية التي لا تتوقف من مدفعية الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية لمخيم البريج للاجئين. أما فيما يتعلق بموضوع الأسرى الستة الذين تم الإفراج عنهم اليوم، تم الإعلام قبل قليل من مصادر طبية داخل مستشفى ناصر أنه تم تحويل ثلاثة منهم إلى قسم العناية المركزة في ظل وضع صحي صعب وخطير ومعقد يعاني منه هؤلاء الأسرى. الأسرى تم الإفراج عنهم في ظروف صعبة، شهاداتهم تتحدث عن عمليات تعذيب تعرضوا لها، والآن تم إدخال ثلاثة منهم إلى قسم العناية المركزة والمتابعة في ظل الوضع الصحي المتدهور الذي يعاني منه هؤلاء الأطفال. نعم باسل، إلى جانب ذلك أيضا ما زال الحديث عن الحالات التي تنتظر النقل للعلاج في مصر، 14 ألف غزي ينتظرون ذلك، هل من أنباء حول هذا؟ هل من تنسيق معين فيما يتعلق بهذه الحالات؟ حتى الآن لا يوجد أي جديد حول هذا الأمر، على الرغم من الادعاء الإسرائيلي بالأمس الذي تم ضخه عبر الإعلام الإسرائيلي بأن إسرائيل وافقت على خروج 250 مريضا فلسطينيا أو مصابا عبر مطار رامون ومنه إلى العلاج خارج فلسطين. هذا الأمر تم نفيه بشكل قاطع حتى من مسؤول مصري صرح لوسائل الإعلام المصرية أنه لم يتم الوصول لأي تفاهمات حول هذا الأمر، وأن ما يتم ضخه بالإعلام فقط يأتي في إطار تمهيد لخطاب نتنياهو الذي كان بالأمس في الكونغرس الأمريكي. حتى الآن لا يوجد أي تغيرات حول هذا الأمر، لا يوجد أي معلومات حول هذا الأمر. حتى اليوم سألت الدائرة المسؤولة عن العلاج في الخارج الموجودة في مستشفى شهداء الأقصى وأبلغوني أنه لم يتم إبلاغهم بأي جديد حول هذا الأمر، وحتى الآن ملف الجرحى والمرضى الذين هم بحاجة للسفر بالخارج ما زال معلقا ولا يوجد به أي تطورات. شكرا جزيلا لك باسل العطار، مراسل المملكة من دير البلح.